السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا بصحه جيده ونهار جديد وفيديو جديد، وكنتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه. هذا الفيديو زوين بزاف بزاف، غادي يعجبكم البنات، في اجواء عاشورة مع العائله ديالي وفي غديوتي، الغديوه من الزمن الجميل واجواء ديال الزمن الجميل. خليكم مع الفيديو يا البنات وفرجه ممتعه. وهنا يا البنات راه الصباح هذا، شوفوا الحداقه زعما عجنت العجينه في الليل ديال المسمن، وهذيك راه السميده غنصايب بها الحرشه بيتي عندي اختي. ايوا مبغيتش نجيب لها التيبان، داكشي انا التيبان الا شفتو شي واحد جا عندي وجابو، اما انا كنقضي يا البنات داكشي ديال الدار. هنا شديت ديك العجينه ودوزتها واحد شويه بحال عركتها في الميكا، هي بايته في الميكا وفوق البوطاجي ماشي في الثلاجه، حيت ماشي الكوزينه عندي سخونه بزاف. صافي غادي نخرجهم البنات هكا هكا كويرات صغار باش ندير المسمن الفطور. المسمن كتبغيه بنت اختي والحرشه كتبغيها اختي. هذيك الزبده كانت عندي بلديه، زدت لها شويه ديال الزيت وغنزيد لها جوج معالق ديال النشا. هاد الخلطه هادي البنات ما تحتاجو لا الخماره ولا حتى حاجه، كتجيب المسمن رطب وهشيش، واخا يبقى يا البنات شحال، واخا يكون تدير الفورس بوحدو كيجي زوين، لان هذاك النشا كيخليه رطب. وهذيك شويه ديال الفينو سبيس ماشي الفينو، القمح سبيسيال كنت شاركت معكم داك ان كان واعر زوين بزاف بزاف، هذا راه المسمن ديالو والله يا البنات عرفتو كيجي كيجي على مزويناتو. صافي يا بنت غادي نسمن، غادي نورق المسمنات هكا نخليهم يرتاحوا وندوز نصايب الحرشه. الحرشه كاع ما شاركتها معاكم، شوفوا انا راه واحله مع دوك الحزامات ديال الكميم ديالي كنخشيهم وكيعاودوا يخرجوا. غادي نصايب الحرشه ما شاركتهاش معاكم حيت ديما كنحطها هنا، راني دايره الحرشه كطيب وجبت البلانشه فوق الطبله وبديت كنقاد في المسمنات ديالي كنطيب فيهم، ومشى ولدي يجيب ليا النعناع باش نصايبو بتاتاي. صافي وهذا هو الفطور ديالنا غنشاركو معكم البنات ديال هذا النهار، وسميتو غنشارك معكم الغدا. الغدا غندير شويه الحوت، شوف شوف اختي عدي عفوني غندير الحوت، غير انا درت السردين مقلي بغاتو مقلي وما نقولش لكم جا على مزويناتو. شوفوا البنات كنوريكم التوراق، ما كاين لا خميره لا والو وجا محلول وزوين. ايوا المسمنات الحريشات راه هما، حطينا الجبن العسل داكشي اللي قسم الله وشكرات الوليدات، وفطورنا هو هذا. صافي يا البنات صيفطت نهى الى تجيب لي التقديه، جابت لي التقديه، تقديه شويه طالعه يا البنات، خضره غاليه. انا كنت تجيب لي غير كيلو فلفله، جات لي جوج كيلو اختي، ولكن شوفي كتبقى تقديه مصطفى حتى ما تقديتك ما عندهاش مع التقديه، وبغيت نبدا نسخرها زعما باش تعلم. شحال شي مطيشه ما قاسحاش يا صاحبتي؟ لا هذي اختارت القاسحه، لا والله ما قاسحه، هذه القاسحه عندك اللي غنديرها شرموله دابا. شحال ديال المطيشه تاعي؟ 140 واه ويلي راه بزاف. الباربه شحال ديال القبطه؟ 140 و60. شحال ديال القبطه الباربه؟ ما سولتوش صراحه. الليمونه البنات 13 درهم بحق، انا ماشي ليا دابا الليمون ما فيهش الماء انا ما كنشريش. هذا بغات هو اختي هو الباربه وخيزو. خيزو قيله 100 ولا اكثر؟ خيزو لا 140. صافي البنات حيدت الخضره اللي خصها تحيد، خليت هنايا الفلفله، غادي نقلي شي وحدات وغادي ندير تكتوكه شرموله. غنديرها بمطيشه، اصلا هاد المطيشه ما عجبتنيش اللي جابت، ماشي ديال الشلاضه. شوفوها صافي هادي خامجه، هادي غنحيد نصها وصافي. غادي ندير شويه شرموله شويه تكتوكه، كنصه اليوم يا البنات باغا ندير الغدا، نمشيو ان شاء الله في العشيه ندوزو العواشر عند امي، كان ضروري ما ندير غدا نمشيو تاع العشيه. غندير شويه ترفيسه، المسمن راه مصايب البنات. صافي غير الرفيسه غديرها حنان اختي، زعما الدجاج غطيبو حنان اختي وصافي. غطا شويه الربيع، شوفوا الربيع شحال ولاو كيعطي، والله الا تفقسو هكا منين الواحد كيمشي للسوق. المشكل الخضره غاليه ومزويناش، دابا هذا هو المشكل، ما كتلقاوش ديك الخضره الزوينه والثمن طالع. غادي الله يصاوبو صافي. صافي البنات البنات اللي كيسولوني على مول الدار، مشينا عند الطبيب، كاينين تفاوض جي دابا بحال دقاقية زدت في البيض. دابا نقول لكم البنات هكا بغيت هاد الفيديو ندخل لكم فيه داكشي، نخليوه هكا بديناه غيكون فيه العواشر داكشي نخليه ان شاء الله في الفيديو الاخر نقول لكم شنو كاين. سمعوا العرايس سمعوا، يلا خليكم معايا نقي الربيع ونديرو نغسلو نديرو شويه هكا يتسقطر ونرجعو ان شاء الله نكملو غدانا. وهنا يا البنات بديت كنوجد في الغدا ديالي، صراحه الحوت راني جبتو منقي ما نقيتوش في الدار. مني كنبغي نديرو كواري
ما كنقولش لي حيد لي الجلده، كنحيدها لراسي، كنبغي نحيدها لراسي وساهله. هاد المره حيت واحد البنيه كانت سولتني وصراحه هنا درتوه بقلي، ولكن ملي غنديرو كواري ان شاء الله غنشاركو معها. خديت البطاطا البنات، بغيت نقلي شويه لوداد الصغار وشي حاجه غنسلقها. ساعه هادي بالذات كتعجن، ملي سلقتها كانت كتبان ليا وحيده حدا ختها، غير سستها في الشبكه وهي تولي معجنه. هنا راه درت شويه الماء في الكميله وجاني بحال هكا الماء كثير، نقصتو ودرت البطاطا تسلق، والفلفله شديتها غسلتها حتى هي باش نديرها مقليه، ودرت الحوت مقلي. هاد الحوت البنات مقلي تشهاتو اختي، انا الصراحه راه شحال بقيت قليت الحوت. وغندير اليوم بغات غديوه من غديوات الزمان الجميل، فاش كانت امي هاد الغدا كدير لنا نهار السبت ولا الحد، كتقلي لنا الدنجال، تقلي لنا الفلفله، ودير لنا السردين. السردين هو اللي كان صراحه، والله الا وداك النهار حنا كيكون عندنا عيد وكنكونوا فرحانين. دابا كلشي كاين وهذيك الفرحه يا البنات ما بقاتش، والله كنا نفرحوا بابسط الحوايج، غير هاد الماكله هادي كانت كتفرحنا. وكنتسناو داك السبت والحد، كانت باركه معنا واحد خالتي مسكينه الله يذكرها بالخير، كانت خدامه وهي اللي كتصاوب هادشي ماشي امي. ملي كتشد داك النهار كنديروا هادشي واد زعما، وكنقليو البطاطا ديال المكركبه الصغيره ديك البيضه نقسلقوها ونقليوها. المهم الدنجال والفلفله، انا هنا ما درتش البنات الدنجال، صافي شديت الربيع درت ليه القراده باش نخرج ديك الريحه ديال الربيع. راه السردين شتيوها البنات الصغير ديال البلاد، هو شويه غالي ولكن راه فن، الزوين راه ب 400 والكبير 300 260. صافي درت العطريه ديال الحوت، درت شويه الكمون، شويه الخرقوم، شويه سكينجبير، شويه الحار، شويه التحميره، وشويه الخل حيت الحامضه شريتها ناش ما فيهاش، ودرت شويه الخل هكا وشويه الماء. صافي وغادي نشرمل داك الحوت نعمره. شتو درت على الخل، وكنقولوا بعدا نديروا شي حاجه هكا محمضه تجيب لنا داك الحوت محمض وزوين، شويه ديال الثومه معجونه. وغادي نعمر هذاك السردين، وغادي ندوز ما عقلت غندير واقيلا شرموله. اه درت البنات شرموله بالبطاطا بالمطيشه والفلفله، ديك التكتوكه القديمه انكم كتشوا الفلفله وكتقطعوا المطيشه وتردوها، تما راه درت مقيله ودرت فيها شويه ديال الثومه معجونه، وغادي ندير المطيشه. والمقله الاخرى باقا ما درتش فيها الزيت، هي اللي غنقلي فيها. قليت البطاطا حيت غادي نضيع الزيت، غنضيعو، غنقلي البطاطا ونقلي الحوت موراها. صافي داكشي باش قليت كلشي، قليت البطاطا وقليت كتباني نجبد القلايه على قبل البطاطا، وانا نقول يلا غنقلي كلشي ونوض نايضه. وحتى القلايه ملي كيكون الحوت كثير كتعطلكم شويه. وصافي درت المطيشه كطيف هذيك الزويته مع شويه الثومه، وغادي نبدا نصايب في الفلفله. الفلفله انا راه كنغسلها قبل ما نشويها باش ملي كنقطعها ما كنعاودش نغسلها، ملي كنحيد هذيك الجلده ما كنعاودش نغسلها. كنزرب راه بصح كنزرب، راه ماشي زعما حيت الفيديو كي بصح كنزرب حيت بغينا نمشيو للدار والخضار كان شويه معطل. هنا غادي ندير لا شابلور هذه من السما، حيت واحد الاخت قالت لي واش ممكن نقلي بها السردين. ما ننصحكش الصراحه، قدرت لي الزيت تحرقت لي في الزيت وما بقاتش لاصقه على السردين، مع انني درت ليها الماء وغطشت السردينه في الماء وعدلتها في لاشابير، ولكن دارت شويه بحال تحرقت وبقى وتفرتت على السردينه. هنا راه شديت غادي ندير واحد الزلافه فيها الماء وغنغطس السردينه في الماء، ولكن مع ذلك ما شداتش ليا لاشابير، زعما راه جربت شحال من حاجه. صافي هنا راه قليت وعاودت خويت داك الزيت، درت زيت اخر هنا. صافي راه داك حطيت لي من المناضه باش يبداو يتغداو، وداك الشيء اللي قسم الله، شي بغى يتغدى ديك الساعه شي ما بغاش يتغدى، المهم اللي بغى يتغدى راه تغدى، واللي ما بغاش خلينا ليه حقه. وغنشارك معكم واحد المشط حراري خطير، الا قلت لكم خطير البنات فن وبروموسيون من الموقع ديال وادوكس، غتشاركوا معكم نهيله دابا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير على خير. شكرا بزاف على الكومونتير على ديك المره، بقى نقول لكم ديما شكرا. المهم دابا غادي نجي نصاوب شعري دغيا، بغيت نشارك معكم هذا المشط الحراري هذا. المهم بزاف كانوا كيصيفطوا لي البنات على هذاك القديم ديالي، انا الاولاني الغوص كان تحرق ليا، والثاني حتى هو خسر ليا الصراحه، ولكن انا اللي مني الديفو عاوتاني ماشي شي حاجه عاوتاني اللي صحيحه، فهمتوا؟ خديتو غير من درب السلطان وهذا. المهم دابا خديتي ب 300؟ خديت ب 300 درهم باش خديها البنات 300 درهم. ودابا غادي نشارك معكم هاد البلاك ولا هاد المشط الحراري ديال طوريس من موقع وادوكس. ها هو كيما كيجي، انا غادي نصوب به شعري باش نوريكم حنا خدمنا به. هو راه فيه جوج، الا بغيتيه ليسي فحال هكا ولا بغيتيه بوكلي، فيه جوج ديال المشطات
صافي. كاين هذا الرقيق هي باش كنبوكليو، وهذا الطويله هي باش كنهبطوه هكا من الفوخ وزوين. صافي انا غادي نصوبو دابا ونوريكم حتى الطريقه الاستخدام. دابا انت خدمتي بشحال من خطره كيشاك زوين والله زوين. خدمت خويا خدمت بيه تصمت خويا خداته تاهي خداه شافو خويا ياسين. دابا كانت صوبت لانه هي بداك الاول قبل ما يتحرق وقال لنا جيبوا لنا بحال هذا. قلت لي واخا. ملي دخلت الموقع ويبان لي هذا صراحه انا ما كانوش كاع مسيفطونو ليا. قلت لها راه بغيت دومونديت على واحد ليزين مرت خويا كانوا ديك الساعه ب 550 كانوا دابا راه بروموسيون البنات. ايوا قالت ليها صيفطي ليا واحد لمرت خويا. هي تقول لي واش بغيتي واحد النهيله حيت النهيله كتصايب شعرها. قلت لها واخا صيفطوا ليا جوج، واحد داتو مرت خويا وهذا راه عندنا تابع عندنا دابا شي 20 يوم اولا كثر كثر كثر. وخدمنا به شحال من خطره حتى خدمت به نهيله مزيان. واللي زوين فيه انه فيه جوج ديال الريوس. هذاك الاخر خدينا حنا غير براس واحد والصراحه كيسخن ملي كيسخن نهيله كطفاه. هذا زوين ما كينتفش لا شعرها وكيخرج شعرها يا اما من فوق كما قالت لكم يا اما على حسبكم نتوما نتوما اللي غادي تخرجوا كما بغيتوا. انا نوريكم طريقه الاستخدام. صافي ها هي شوفوا كلشي كيبان لكم ولا لا. شاوا الزغايبات صافي صوبها بيه وانا نجبد لكم الاخره حتى هي هذا الثاني صافي. وكيجي مع داك الكتاب اللي تحت باش يقراه تيبقى شي تلاح مع الكرتونه. لا لا قالها انا اختي كنقراهم انا كاع ما كنقراهم الا وحد شي معلومات. صافي نرجعوا بعد دابا ديروا لي دابا كلشي باين وانا غادي نشارك معكم كلشي دابا صافي. مهم انا غادي ندخلها في الضو باش تشوفوها. عندكم هذه الحراره واحد بارده فاش طلعوها لجوج وثلاثه غادي تشعل لكم هذه الحمراء. جوج واحد قلنا بارده جوج سخونه وكتشعل واحد البوله حيت باقا ما خاشاش الضو، وثلاثه حتى هي سخونه وكتشعل واحد البوله. عندكم هاد الجوج هادي فاش كدوري على واحد ولا على اي رقم كدوري بحال هكا كتدور لك هادي بوحدها فهمتوا كدور لكم. هادو كيتحكموا في هادي هادو كيتحكموا في هادي باش تبوكليو. هادو هما ديال البوكلاج فهمتي باش كيبوكليو لكم بيهم. هادي كتزيد دورها لكم بالجهه المعاكسه فهمتوا وهادي كتعاود دورها. هادشي كتبقاو غاديين فين الا بغيتو تبوكليوه. صافي فاش غادي تساليو بغيتي تحيدوها كاين هاد العيبه هادي شتوها هادي وركو عليها هاي تحيدات. واحد الحاجه ضروريه مهمه فاش يكون هذا مازال سخون عندكم تحيدوه خليوه حتى يبرد وبدلوه بالاخر هكا باش كتدي لكم مده طويله. ماشي على حساب انه يحرقكم في يديكم ولا لا كيخسر كيعواج يعني حتى كيكون بارد كنبدلوه بالراس باش تدي لكم مده طويله فهمتوا تبقى عندكم الى الابد وفيها لا كارونتي ديال عام. صافي فهمتوا انا نركب لكم الاخر كنوركو على هذه كنحيدوها والاخر ها هو شو هذا هو الرقيق اللي كنبوكليو به حتى هو كتخشي كتورك على اللعيبه هاي صافي حيدو وجايه زوينه بهذا الدوغي الدوغي الكحل انا عزيز عليا اختي الدوغي. صافي ها كيفاش كتجي درتها معكم نهيله حيت هي اللي انا يمكن فبش انا كنصايب ولكن ما حيت ما كنعريش شعري. صافي يلا انا غادي نصوب معكم واحد شويه من شعري باش تشوفوا كيفاش كتصاوب بغينا نخرجوا ونشوف حالنا. صافي دابا غادي نصاوبوا. اللي بغى يصايب مرحبا به غنديرها لك اختي على جوج. ديري لي على جوج دابا انا شعري مصايبه ما عرفتش هانتوما غنطلع هادي ونزيد ثاني ها هي شعلات البوله انا ما غنديرهاش كدور هانتوما هي كيفاش كدور. لا ورالي هنايا هاي هاي ورالي انا روحو كلو ديري لي والو ايه والله الا ما فهمتش هانتوما كطلعوا واحد واحد باقا ما شعلاتش جوج كتشعل يعني سخونه شويه هادي سخونه بزاف صافي. بغيتو تخدمو نتوما كتبوكليو دوروا بحال هكا ما كتخدم لكم حتى كدوروها سخونه ما تخدمش لكم في البارد اللي هي واحد صافي. فاش كتدخلوها طلعوها جوج تبدا الدور وركو الجهه الاخرى تجي معاك صافي. نتوما كتصاوبو نتوما كدورو هاني ديروها من الاحسن هاد الدواره باش كدور لكم ديروها في هادي ديال البوكلاج ما ديروهاش في الاخرى حيت الاخرى عندها بزاف هاد الشعيرات بحال تخبي لكم شويه في شعركم حيت فيها هاد الشعيرات بزاف. ولا تردو البال صافي ولا ردوا معاكم البال ديروا غير شويه ديال الشعر هاد الرقيقه ما تخافوا من والو صافي حيت هي اصلا ديجا دايره على محسوبه باش كتبوكليو بها شعركم يعني ماشي مشكل ديروها وهي كدور. صافي انا غادي نبدلها يا البنات ما غاديش ندير هذا غندير هذا حيت هي بغات تخدمو عادي غتخلصيني خصك الله انا مش عطايش عادي وغنوريكم مكتنزلش الشعر ها لا مكتنزلش زوينه لا لا كتعرفي واخا انا كنصاوب ليها
هانتوما عندنا، شوفوا هانتوما فاش كنبغيوه كنبغيه من فوق كسر كنخدم به بحال هكا بالقلوب، فهمتوا؟ هادي كنديرها انا ووريه تحت صراحه كندير لها بحال هكا، الملفه كتنقل الملفه كتنقل، قلت الله يسهل عليك اخترعت راسي صافي فهمتوا، كندير لها بالجهه بحال هكا فاش كنبغيه لي سي نورمال عادي كندير الجهه الاخرى وكنهبط بحالك ما تيجيش من فوق. هانتوما نوريكم دوزي هكا، شفتوا ما كتزورش الشعر بزاف معاها، دوك الزغيبات خفافين. المهم البنات راه ضروري من التصاويب، يلا انا نوريكم دغيا هنا في التحتاني ديالو. صافي قلنا بحال هكا كيجي من فوق هكا تيجي ليسي، انا بغيتو من فوق من فوق بحالك. ماما يا تصايبو يا البنات، هاي الطريقه باش كنخدم انا باش كنصاوب، كنضرب هنا شي 3 ديال الضربات بحال هكا وكنزيد نضرب الضربات وكنهبط نورمال، كيجي زوين صافي. كنزيد نضرب هنا 3 بحال هكا، كنبقى ندور في بلاصتي بالجهه اللي غتجيني من فوقها وكنهبط صافي. بالنسبه لبنات الواط 1000 واط، بالنسبه لاكارونتي فيه عام، بالنسبه للثمن 449 درهم فيه بروموسيون. انا خويا فاش خدا ما خداش حتى ب 550 درهم فاش خدا، ولكن راه خدينا شحال هذا ما يولي في البرومو، حيت ملي كيحطوا الحاجه هكا الاشهار كينقصوا فيها. ياو هي لا صايبه رجع معاكم ان شاء الله. صافي انا صوبت شعري شوفوا جا زوين صافي. المهم الطريقه باش صوبته هو كيف وريتكم نتوما، وبالنسبه لا غارونتي راه فيها لا غارونتي فيها عامين ماشي مواد باش نجيب لكم لا غارونتي، وكتكون دايره برومو البنات في شي حوايج اللي زوينين صراحه، هذه تستاهل الثمن. حنا خديناها ب 300 درهم وراه تحرقات لينا جوج تحرقوا لينا ان شاء الله باذن الله، هذه الثالثه ثابته صافي. المهم كنتمنى ان شاء الله نكون شرحت لكم مزيان وفدتكم شي شويه شي بزاف. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم والنهايه ديال ماما شعري يكون عجبكم شعري. دابا غنمشيو البنات للسباته باش ندوزو معاهم العواشر، واخا ماشي في نهارها حنا راه كنا غالطين كنسحابو العواشر الجمعه وهي راه كانت الخميس. المهم غنشارك معكم الاجواء وخليكم معنا باش تشوفوا فيه. وهنا يا البنات راني وصلنا للسباته لقينا كيتسناو فينا، درنا كاسكروت وجلسنا واحد شويه على ما طابت الرفيسه. هاد الرفيسه صوبت اختي حنان، هي ماشي بريستيج ولكن جات بنينه بزاف. المسمن ديتو انا وحنان اختي طيبت المرقه ديال الدجاج بالعديسه وبداك الشيء اللي الحلبه، لا كاين خوتي ما كيبغوش الحلبه صافي. وجمعنا وضحكنا حنا وعيالات خوتي الصراحه، جات مرت خويا اللي هنايا ومرت خويا اللي في الطاليان وخوتي كاملين وتجمعنا وضحكنا. بالنسبه لبنات لا ليفريزون ديال المشط الحراري نسيت ما قلتش لكم راه 20 درهم، وبالنسبه لاي معلومه خاصه بهذاك المشط نخليها لكم في التعليق اللي غادي نثبتو، لا من ناحيه الواتساب لا من ناحيه الانستغرام ديالو لا من ناحيه رابط المنتج. البنات ما كيعرفوش راه هذاك الرقم ديال الواتساب غير وركو عليه غيديكم غيديكم نيشه الواتساب ديالهم، يعني اللي ما بغاش يعيط يمشي غير الواتساب تاعهم غتصيفطوا ليهم غادي يجاوبوكم وصافي. هادشي اللي كاين هنا راه غادي تسد تحط حنان الدجاج. العدس طيبات وقيله بوحدو، انا والله ما حضرت لك زكاسه مجمع عليه. المهم جات زوينه الرفيسه ونخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. هذا حق نعمه خويا هما بجوج جابوا صاحبهم حقهم وجاهم الله يخلف اختي وقوي الخير. وين قاعد زوين راس راس السوق خلاه هشام هذا الطناب هاك عيك عاسر زبيب زبيب اختي هادشي كان بكري كنا كنديرو العادات تحجم وبقى دابا اختي باقي كنديروهم باقي كنجي عند ما ولدك شي قسم الله كنجيبو نديرو هذا التمر ما نديرو حتى لاخر التمر يا كمي هذا ديال الهام اختي غتخلطي كلشي هذا الشريحه نخلطو كلشي باش يذوقو ياكل خلطي كلشي خصني بانيو ديال التصبين واش ما طبق مالك اللي بقى صايم ماما ما عطاك صايي احسن الكعكات ما نديروش مو التمر ندير البقاتهم هنا ديريهم صور لك شي
كعطو هو مرتو بيباطك واحد كعطو هنا في واعر على تمرش دي حق حقاري كعطي واحد شنو كنقول واحد ايه ما باغاش بغا يسمح حقاري راسو دا كلمة وقتني يقول هذا كي يقول لي ديما يا وخشي دي لا حقك كعطو بدي يسمح لك هاك كنت معاك ما تخمنش اختي واشنا مات فينا وياس ما واحد لاجم هذاك التسمار ايه صافي تخلق ما كنت مصوت ما تضيع اجواء اختي ما تضيعينك لا ما نضيعكمش اختي حشومه كاع خلطت كلشي مزيان هذوك عيط عاد صايباتهم مرت خويا في الدار اصبر كام معمر هكا خريطينتك عقلك شي ديال الحصريه ديالك ولا غير في الارض اختي اش اللي طاحت ديالك هذاك الشخص لا اختي الحصريه باش ترفي علينا اي راني عايقه اختي بالله الرحمن كان كيزيد واحد شويه ها هو ها هو توفي اكلي هاي بلا ما تقولي يا بابا على ديال الله الرحمن اختي ديال السي محمد تلوز شويه لا تمايرات بلاتي تمايرات وشريحه ولكن راه حق سي محمد ديجيش ليه ماما راه كيف كانوا راجل في كرتونه لا عطيتها الزلافه مصبري هذه غاتا الزلافه خلات شي تسجل نيت لا لا شي صحتي سكتي صافي هادشي اللي كاين بزاف وجهك قالت لي واحد القال لي بغات تاكل هي وراجلها لا قالت لي هي بغات تاكل وراجلها كاع اش بينو بين اختي مازال زينب قالت لي هي وراجلها واقيله هاي الشوية ديال الراجل هاي داك الشوية اللي كدات لا انا غتقنع انا نبغي نو غيت اختي هي باغا تقعد على خاطرها لا اختي غيتها باغي تا هي باغا كرطون تا تبغي سي غيتها بغيتي حقك لا علمناها الحق البنات حق ماما وحده يلا غتشدي نزيدك تميره وشريحه حق ماما بوحدها هو صافي هاك ديالك طاحوا لك هذا لا سبقي سبقي البنات هما الاولين سبقي الدراري صار هما الاولين دابا اجا الناس ريحانه وايه هذا دوز بها دابا جات نوض التمر واخا العزيز التمر هذاك ديال هذا كاين اتاي لا كلو كاين ديال سميتو حسن تبغي كارمتي وصافي يا البنات هنا غادي تسال الفيديو صراحه كنشكر عائلتي بزاف عطاوني التشريف انني انا اللي نخلط وانني انا اللي نفرق والله شكرا لهم بزاف كاملين من راس الراس وشكرا لكم حتى نتوما والهلا يخطيكم عليا والله يحفظكم وما تبغاو مساكن ديروا معايا يخرجوني من داك الجو ديال المرض راكم عارفين البنات والحمد لله ضحكنا بزاف داك النهار كما قلت لكم ما كايناش فينا اللي كتعرف تضرب بالضرب وكل بطريجة ولكن ضحكنا بصح من القلب احنا وخوتي يا ربي خليش منا مجموع ونبقاو مفاهمين هكا ديما ديما والله يحفظ ليا ميمتي ويحفظ لكم ميماتكم وعائلاتكم وكل عزيز غالي عندكم وغنقول لكم السلام عليكم خليت لكم الراحة وفي امان الله.